السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سيري راي مقطع جديد. واليوم نلعب لعبة جديدة اللي هي سكاي وورز ستار وورز جداي هاز فون. يا رب الاسم طويل مرة. اللعبة هذه مستوحاة من سلسلة افلام ستار وورز، للي ما تابعهم ما بيكون عندك مرة مشكلة كبيرة عشان ما تفهم. وكمان اللعبة باللغة الانجليزية، بس اللي بسويه اني بترجمها، بحط لكم الترجمة تحت. والحين بشوفكم مقطع سريع بعلمكم كيف تشغلوا فيه الترجمة من الجوال او من البي سي. شوفوا المقطع، شغلوا الترجمة وخلونا نبدأ. بالنسبة للترجمة، عشان تفعل الترجمة على أي مقطع، طبعا هذا ما يصير على كل المقاطع، على المقاطع اللي فيها ترجمات مثل المقطع اليوم. أروح على السريع للإعدادات اللي من هنا على مقطع أنا، يعني بتلاقي هذه الإعدادات اضغط عليها. بعدها بتلاقي كلمة subtitles، اضغط على كلمة subtitles واختار اللغة العربية. بتلاقي أنا حاط لك عربيك هنا، عربيك خد لك، المهم عربيك، اضغط عليها والترجمة بتطلع لك وتصير على الجوال، على البي سي، اتوقع حتى على السوني، مو متأكد. مشاهدة ممتعة. اوكي، الصوت عالي مرة. واو، خليني اضبط الصوت عندكم. دايم ايام ستار وورز زمان. اوكي، في روبوت يطير قدامنا. ميوزك حلوه. اوكي، ايش هذا؟ هذا الفضائي هذا هو البطل اتوقع، اللي هو الجيداي. اوكي، الله يعيني بترجم كل هذا الحين، الله يعيني والله. An error has been detected on line 10A. All our clamps are jammed. I need two workers to climb up and secure the cables. No problem. حاضرين. اقدر اسوي سكب؟ لا ما اقدر، انا بوه الراس شكله يخوف والله. طيب الحين خفضت الاصوات وضبطت كل شيء، الحين جالس اتحكم بالولد هذا. اوه لازم الحقه. اوكي اوكي اوكي، ام كومين باي. كيف اخليه يركب؟ هو الحين اصلا قاعد يركب، انا بالركضه هذه. ما عليك، جيداي هنا قدام. لا محترم بعد، قول افتر يو. فضائيين محترمين والله. ديم شيب بريكنج يارد. والله شبنا الجرافيك روعة جد، الجرافيك متعوب عليه في هذه اللعبة ما شاء الله. أحلى شيء البطل كيف شعره يتحرك. صديق وين رحت أنت؟ من هنا. أوح، طحت على البراميل. أوكي ما مات. طيب وكيف انا بطلع ان شاء الله؟ انزل من هنا يعني ولا كيف؟ دايم والله حلوه. رهيب الحركه عجبتني. وات قاعد يسبني من هنا؟ لا بطيح شكلي. الحمد لله. اوه هذا فوق. اطلع ولا اكمل؟ لازم اكمل شكلي. والله في طريق من هنا. ان شاء الله يكون الطريق الصح. اوه في حبل.
والله انا شغال اجيب العيد بس هذا شغلتي. اخيرا والله اخيرا جد. طبعا ثواني الحين بقول لكم real tragedy. I've always said they couldn't all be traitors. Yeah, maybe. This is just our lucky day. ترى شباب الجداي هذول الناس او مجموعه كلهم ماتوا. باق تقريبا منهم واحد او اثنين اللي هو هذا واحد منهم. هذول هم الجداي يعني. Whatever you say. Hey, we should get back down. You're not listening to me. Who's that? اوكي السفينة شيء انكسر في السفينة. واو والله يخرب بيت الصعب المرحلة. دايمًا شباب والله حلوة كثير. اوه ماي جاد رجلي راحت. يسار يسار يمين. ايش هذا في وحش تحت؟ ما ادري كذا فضايع عملاق تحت. اوه شيت يقرب يطيح. لا لا بيموت شكله. اتوقع بيموت. واحد ما ادري استخدمت قوة ما ادري شيء انا. اوكي انقذ حياته. ايش الفضائي هذا؟ والله الجرافيك انا رهيب والله رهيب. انقذ حياته. ترى عندي نفس فورس او قوة خارقة هو ما يعرف انها عندي اصلا. اظن ما حد يعرف. اوه شكلك شافني. اوكي عرف عرف اني اساعدته بالقوة الخارقة هذه. شكله بيجيب العيد بيفضحني. Heard he was up on Nar Shaddaa. Yeah. Nar Shaddaa. هذه كيف بترجمها Nar Shaddaa. Yeah. Yeah. Okay. Okay, Kel. أيوة عطى نومة. والله شهاني ترى إنه عزان شوي. مع إني توني قايم النوم بس أحس إنه عزان. فكرت كنت أحس براحة. نومه من جولشك يا ابوي نام. اوكي الفضائي اختفى شكله. والله شاك فيه انه بيبلغ علي ما ادري ليش حاسس كذا. لازم الحق شكلي او ادور عليه. بروف ما شاء الله ايش القطار هذا. والله مكاني شاهي انك تنام. صديق وين رحت؟ او هذا. اوكي. ما يرد علي. والله قلت لكم انا شاك. الباب ما يفتح. طيب. هذا اللي من ستار وورز روبوت. اوكي اظن هذا يتخيل ولا ما ادري ايش السالفه. كيف كذا قلب القطار؟ يتخيل او يحلم واضحه.
اوكي. دايم. Apprentice, mark well and listen. Master. أظن حلم، أظن حلم. يب حلم حلم. واضح. ماستر يعني معلمي. أيوة هذو. الله أسف إني شكيت فيك. I'm sorry man. Yeah. Something's going on. وقف القطار. Everybody up. Identification ready. أوكي هذول الأشرار. اللي شو اسمه نفس الحرس تبع ستار وورز المجرات. Move out and line up. Probably just another contraband inspection. صدقوني يدورون على الواحد اللي استخدم القوة هذه. هذه شكلها القائدة. Big Boss. أعوذ بالله. تبوني ألعب مع ذا؟ والله ما ألعب. الجداي يستسلم ويطلع نفسه عشان ليش ترجم مرة ثانية ترجم لكم تحت بس كده. اوكي it's time someone came forward. لا تعلم علي والله لا تعلم والله لو علمت علي. I've been working on this heap a long time way before the war. آه لا لا ما بيعلم ما بيعلم عليه. Refit and rebuilt ships. Best in the galaxy. Then came the Empire. And engineers became scrappers. The workers? They just started getting worked. Prof. أوه أوكي مطلع سلاحي أنا. مسوي نفس التمويه يعني. We're just too afraid to say it. The Empire. We're all just expendable. بيقتلوا أكيد. You are. Oh لا. No. قتلوه خلاص. Look at this. A lightsaber. طيب أظن لازم أستخدم القوة أنقذ نفسي الحين. أوه طاح القطار. طاح عندهم حتى. يلعنهم الحظ. اوكي الحين اتوقع يبدا الفايت واضح من الكاميرا. كيف جيت انا ها؟ اوكي الحين بعلم كيف. اتاك ابلع او ماي جاد سريع سريع والله. طيب في اكثر خلوني اركض بس. هو اقدر اسوي بلوك. او ماي جاد رجعتها عليه طلقه. طيب حلوه. ثواني بقيم. ايزي والله شوفوا كيف. يلا والله الموضوع ايزي يا شباب. كيف كيف مر عند هذا؟ اوكي مسكين. انتراك فتحت الباب. ام الرعب والله ما مشي من هنا لو يجوا. او ماي جاد. يا ربي انسى انسى والله تحكم صعب بالكيبورد. روح يسار ننزل تحت وخلاص وصلت. نقرب عليهم. تارجت لوك سويتش تارجت. او ماي جاد قتلت انا ولا شو؟ بالله عليك ستوب لك اند فايت. تعال. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. ليم ليم يا شباب ليم ضايع والله ما يخلصون. طيب يمكن بكسر البوابه شكلي بدي استخدم عليها القوه. كيف امر من هنا؟
اوه اطلع لازم اتسلق. اوكي ثاني فهمت خلاص. ايوه من هنا الطريق. طيب اجين تعالوا ابلع. اوه هو ميت تقدر يطلق. توني فهمت. راحت عليك بتسوي له ميلي اتاك. هولي يا سلام عليك. دايما الحركات. اوه 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 خلنا نطلع من هنا. شوف الحركة القم. اوكي هذه عجبتني. يوم اضغط زد كذا اروح اسوي رولينج خطار. هليكوبتر مرة واحدة. طيب ناو جو. الحين واو يلا اطلق يلا روح سريع. اظن لازم اكمل. اوكي او ماي جاد لا لا واه الحمد لله. اوكي قتلته شكرا والله. ام الجرافيك ام الجرافيك. كمل. اوه ما اقدر اطلع من فوق. واو اوكي شوف السكر كيف صارت. والله جد واو. ايش اسوي الحين؟ ارجع اطلع مره ثانيه بعد ما نزل. ايوه لازم اطلع من هنا. اوكي دايم والله شوي يمكن تميز. اطلع 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 سريع اطلع سريع اطلع سريع. والله قرد هذا مو انسان. طيب هذا شكلهم بيساعدوه. قال هو اريو. حبيبي اركب خلص. قال هو اريو. والله شكله كل المجرة حسد فيه لما استخدم القوة هذا. ايزي. اوه ماي جاد اول ما قلت ايزي بلعني. تراني حاط المرحلة شوية صعبة. اوكي يعني طبيعي عشان شوية حماس يعني. للأسف قاعد اموت احيانا. بس احلى كذا يعني تكون اصعب. ما بحطها مرة سهلة. يلا جن. القم. اضرب اضرب. ما تقدر اه? ما تقدر. ابلع بس. هيد شوت. حلوة. اولي. حلوة الحركة. هذا وين؟ اطلق علي اطلق علي اطلق علي. حلوة القطار وقف. واو ايش هذا؟ السفينة كذا سوت دورة حول الارض. واو اوكي واو. حلوة الحركة. اوكي وصلنا اخيرا. يلا ارفعيني مدري ارفعني انت. يلا يو شكله ما بنخلص. ايوه تعال انت.
الحين بركب عليك وبخليك. طيب اوكي. اوه شت جي جي والله جي جي والله جي جي. شو مين وصل؟ I recognize that stance. Perhaps you've had some training after all. Who is your master? Padawan. Padawan? مين بادون هذا؟ What Jedi gave their life so that you might live? مسوي فيه. اوه اوكي بدأت افهم. يا خرب بيت تسوي علي حركات بعد. ارحم امك يلا خلص الطاقة تبعتك هذه. اوكي. دايم والله. هولي 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 هولي. اول مرة اسوي كذا في الماوس، الماوس انحرق. كفو. سريع سريع اشرد يا حبيبي والله اللي تدعسك هذي. دايم قاعد تصد الطلقات. ايوه والله العظيم لو ضربتها 200 دمج على طول. صار علق. لا لا رجعني. هذه الحين لاحقتنا يخرب بيتها. طيب يا رب نخلص بس. She's a force user hunting Jedi survivors. And now that she knows who you are, she will not stop until she destroys you. ايش فيهم على الجداي كذا؟ Why'd you help me? We track Imperial communications. We heard the Inquisitors were heading to Bracca. So we made our move. Oh yeah? Careful. What's the bounty on Jedi these days anyway? That's gratitude for you. Look, I get it. You've been surviving on your own for so long that it's impossible to trust anyone. صح صحيح. And it's what's kept you alive. يا بدري. But this is about something bigger than just surviving. والله. Like rebuilding the Jedi Order. You gotta move on and live your life. Find your destiny. Calicam! اوكي. You're talking in your sleep. ممتاز تتكلم وانا نايم. حلوة هذي. ويردو. وهذا مقطع اليوم شباب، ان شاء الله يكون عجبكم. لو عجبكم المقطع حطوا لايك، لو ما عجبكم حطوا سلايك قولوا لي ليش. واللي حاب مرة يدعم يقدر يشارك ويفعل الجرس. بالنسبة للحلقات الجاية ان شاء الله كذا اكملها، خليها كلها مترجمة يعني، وتكون مثل ما علمتكم يعني كيف تفعلون الترجمة. وشكرا على المشاهدة، اشوفكم المقاطع الجاية ومع السلامة.